حالتي المادية والحمد لله ميسورة، ولذلك فقد جهزت في العام الماضي 3 رجال ليحجوا عني وعن والدي ووالدتي، علما أنني سبق وأن حجيت، ولكني أعتزم الاستمرار في هذا العمل ما دمت حيا، وهو تجهيز 3 رجال للحج عني وعن والدي، فهل في ذلك مانع ديني؟ جزاك الله خيرا، هذا من الحرص على الخير، ومعلومت قد أديت فرضك وتريد زيادة نوافل وتقيم من ينوب عنك وعن والديك في ذلك، لا مانع من ذلك. النيابة في نفل الحج لا بأس بها، وأما النيابة في فرض الحج فإنها لا تجوز إلا في حالة العذر وعدم الاستطاعة بالبدن. أما النيابة في النفل أمرها واسع، استمرارك على هذا شيء طيب ونرجو له القبول إن شاء الله. لكن قوله يستمر في ذلك مدى حياته لا يأخذ هذا مأخذ النذر؟ لا، هو يسأل هل الاستمرار فيه شيء، لا مانع من ذلك، هذا زيادة خير، لكن أقصد عزيمته على الاستمرار. مجرد عزيمة هذا لا يعتبر نذرا، لكن لو ترفض وقال لله علي أن أقيم كل سنة 3 رجال يحجون عني وعن والدي صار نذر لو تلفظ به. أما مجرد نية وعزم هذا لا يصيره نذرا، وإنما هذا يعتبر نية للخير وقصد للخير. أحسن الله إليكم.